اللهم اسقي قبر أمي من سحائب رحمتك وعفوك ومغفرتك ورضاك، واجعلها في نعيم إلى يوم البعث يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، ولا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم تلقاكم كامل حبوبات بصحه جيده في احسن الاحوال، فرحانات مطمئنات. مرحبا بكم حبوبات، فيديو جديد وروتين جديد. وقبل ما نبداو هنحب نصليو كامل على الحبيب المصطفى عليه افضل صلاه وسلام، كيما نحبكم تترحموا على ميمتي وجميع الموتى، ربي يرحمهم ان شاء الله ويغفر لهم ويجعل قبورهم روضه من رياض الجنه بجوار حبيبه المصطفى، امين يا رب العالمين. الو حبيباتي، اليوم ان شاء الله طليت عليكم فيديو جديد، وهذا لا فيديو راح تكون وصفه طبيعيه. بزاف من الاخوات كانوا طلبوها مني في التعليقات، وراح نحاول ان شاء الله نلبي لكم كامل يعني طلبات نتاعكم وحده بالوحده. دونك وصفتنا لنهار اليوم مسمينها طبيعيه، كسوسوا للاطفال ولا النساء وحتى الرجال، مواد طبيعيه يعني، والنتيجه تاعها راح تبان لكم الاسبوع الاول. دونك حبيباتي قبل ما نبداو في الفيديو تاعنا في وصفتنا لنهار اليوم، حبيت نوضح لكم فقط فيما يخص الفيديو تاع البارح، اللي بزاف من الاخوات كانوا فهموني بالخطا ويحسبوا فيا راح نحبس يعني القناه. دونك القناه كيما بزاف من الاخوات كانت تحلم ميمتي ربي يرحمها انها تشوفها طلعت، واكيد مانيش راح نتخلى عليها. وبالنسبه للاخوات اللي يحسبوا فيها راح نحبس الروتينات تماما، مانيش راح نحبسهم حبيباتي. دونك راح ندي فقط قسط من الراحه منهم، باسكو يتعبوا ياسر في التصوير، واكيد راح نرجع لكم للروتينات. دونك في هذه المده البنات اللي راح نحبس فيها راح نحط لكم وصفات، يعني راح نصور معكم ونحط لكم وصفات اكيد اللي راح تستفادوا منها، وان شاء الله ما تخيبوش ظني وتكونوا معايا تشجعوني باه نكون معكم اجو، واكيد راح نحاول نحط لكم الوصفات الناجحه اللي تكون اقتصاديه، والبعض الوصفات التجميليه وحتى هكا يعني طبيعيه اكيد اللي راح تساعدكم في حياتكم اليوميه. دونك وبالنسبه للاخوات اللي كانوا خلاو لي بعض التعليقات المستفزه واللي قلوبهم مريضه، نقول لكم ربي يهديكم ان شاء الله هذا ما كان. دونك بلا ما نطول عليكم ياسر حبيباتي، راح نروحوا مع بعض ونشوفوا وصفتنا لنهار اليوم. وكما سبق وقلت لكم في بداية الفيديو، وصفتنا نهار اليوم مسمينة طبيعية كسوسوا للأطفال والنساء وحتى الرجال. هنا حبيباتي أول مكون عندنا واللي هو الزبيب، أنا استعملت هذا الزبيب بالأكحلية البنات اللي عنده فوائد كبيرة كبيرة. دونك ديت منه كمية حوالي كاكا زوج مغارف كبار يكونوا معمرين مليح، ورحيتهم في الرحاية نتاعي نتاع القهوة. إلا ما عندكمش البنات الرحاية تقدروا يعني تقطعوه غير بالسكينة طروفة اللي يكونوا صغار. عندي كذلك زوج مغارف نتاع جلجلانية ولا السمسم كما يسميه في بعض المناطق. بالنسبه للجلجلانيه البنات لازم تكون محمصه، دونك حتى هي ديت منها زوج مغارف اللي يكونوا كبار. بالنسبه للاخوات اللي ما يحبوهاش تكون كعب تقدروا ترحيوها. عندي كذلك زوج مغارف نتاع حلوه الطرق ولا الشاميه كما يسميوها في بعض المناطق. دو بريفيرونس البنات الشاميه تاعكم انكم ترحيوها هكا بيديكم شويه هكا باه يعني ما تقعدش تبان في هذيك المسمنه نتاعكم. وعندي كذلك الكاوكاو، دونك ديت كمية من الكاوكاو كنت رحيته يا البنات بعد ما حمصته. والمكون الأخير واللي لازم يكون في الوصفة تاعنا واللي هو الحلبة، دونك راح تديو زوج مغارف كبار نتاع حلبة يكونوا معمرين مرحية يا البنات كيما راكم تشوفوا. تقدروا تشريوها كعب وتريحوها وحدكم في الدار، كيما تقدروا تشريوها من عند اللي يبيع الأعشاب مرحية وواجدة. دو بريفيرونس وننصحكم يعني جميع المواد تشريوهم وانتوما اللي تحضروهم في الدار وحدكم، هكا باش تضمنوا يعني باللي حوايجكم راهم نقيين ونضاف ومخدومين على يدكم. المكون الرئيسي واللي لازم يكون واللي هو معجون التين، اللي هو معجون الكرموس ولا الكرطوس كما يقولوا له في بعض المناطق. دونك خذيت لهنا البنات باطا نتاع رطل، فرغتها كما راكم تشوفوا في العلبه تاعي هذه، ضفت عليها الجلجلانيه تاعي وضفت الكاوكاو، وراح نبدا يعني نخلط بشويه. بالنسبه للمكونات اللي راكم تشوفوا فيهم يا البنات كامل يعني طبيعيه وتزيد في الوزن كما قلت لكم. هذه المسمنه تقدروا ديروها لاطفالكم حتى للمرضعه يعني تساعدها، وبمواد طبيعيه راح يعني النتيجه تاعها تبان في الاسبوع الاول. هنا حبيباتي جاتني الباطه شويه صغيره، دونك فرغتها لهنا في ريسيبيون هكا باش نقدر نخلطها مليح ونخلط كامل المكونات يمتزجوا مع بعض. من بعد كي راح نرجعها في هذيك
العلبه. دونك هنا حبيباتي زدت لهنا الكميه تاعي تاع الزبيب، يعني ضفت كامل الكميه، ضفت لهنا الشاميه، وراح نزيد نضيف زوج مغارف يكونوا معمرين مليح نتاع حلبه. وتقدروا تضيفوا لها يا البنات الروينه ولا الزريره البسيسه، كل واحد كيف ما يسميها، يعني ديك الروينه اللي نديروها للنافس. احنا نديروها البنات بالقمح اللي نكونوا حمصناه مع شويه نتاع حمص ونرحيوها، كاين اللي يضيف لها المكسرات، كاين اللي يضيف لها الخروب، يعني كل واحد وكل منطقه كيف ما ديرها. تقدروا تضيفوا زوج مغارف اللي يكونوا اكبر، تخلطوا جميع المكونات نتاعكم مع بعض حتى تحصلوا على خليط يكون متجانس بهذا الشكل. وهاي لكم لهنا المسمنات تاعنا راهي واجده، راح نرجعها البنات في هذا لابوات نتاعها. وبالنسبه يعني لطريقه الاستعمال، راح يعني تديو منها 3 خطرات في النهار، يعني وراء الفطور تديو مغرف صغيره تاع قهوه تكون معمره مليح، وبعد الغداء وبعد العشاء. واكيد يا البنات يعني في الاسبوع الاول راح تشوفوا الفرق. دونك هاي ليكم لهنا حبيباتي، شوفوا كيف ما راهي جايه. وكما قلت لكم يقدروا مام المرضعات يستعملوها، سيرتو اللي يعانيو من نقص الحليب، نقول لكم راهي مفيده جدا، فيها يعني جميع المواد الطبيعيه واللي تساعد في ادرار الحليب بالنسبه للمرضعات. وهكا حبيباتي المسمنات الطبيعيه تاعي راهي واجده، هاي لكم شوفوا يعني القوام تاعها كيف ما يكون. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ بها، دونك راح تحتفظوا بها هكا في باطيه البنات كوسوسوا تاع بلاستيك ولا تاع زجاج، تغلقوا عليها مليح وتحتفظوا بها في الثلاجة، يعني في الفرجيدار من تحت، من تحبوا يعني تاكلوا منها. تجبدوا اكيد راح تاكلوا منها كما قلت لكم 3 خطرات في النهار، مغرف صغيره تاع قهوه تكون معمره مليح، وتعاودوا ترجعوها في الثلاجة. دونك حبيباتي كانت هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، واللي هي مسمنه طبيعيه. نتمنى انكم يعني تجربوها وتخليوا لي رايكم في التعليقات. وبالنسبه للاخوات اللي يحبوا كش وصفات طبيعيه يخليوا لي فقط في التعليقات، واكيد راح نلبي رغبه كل وحده. بالنسبه للاخوات اللي كانوا قالوا لي خلينا فيما يخص وصفات ليش ينو بها، نقول لكم حبيباتي في الايام المقبله ان شاء الله راح نشارك معكم واش راني ندير، وراح نعطيكم واحد الطريقه من اروع ما يكون. فقط يا البنات نتاكد منها، كما قلت لكم ما نشاركش معكم الوصفات اللي ما رانيش متاكده منها، جوست ما نلقى نتيجه فيها اكيد راح نشاركها معكم. دونك هنا حبيباتي نكون وصلت نهايه الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى انها كانت خفيفه ظريفه على قلوبكم، ونتمنى انها نالت اعجابكم. والى عجبتكم نقول لكم ما تنسونيش بهذاك الجيم والكومونتير الحلو كيما نتوما. ما بقى لي غنقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، وسنوني في فيديوهات جديده. سلام.